أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ السائل يقول: هل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة وصلاتي أيضا الفجر والمغرب وذلك ثلاث مرات تحميه بإذن الله من العين والسحر؟ نعم، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص المعوذتين بعد كل فريضة هذه السنة وهو ورد يحميه الله به من العدو من شياطين الإنس والجن، فهو حرز له. وتكرار السور الثلاث يكون بعد الفجر وبعد المغرب، وأما بعد بقية الفرائض فتكفي قراءتها مرة مرة.